بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الطلاب، الأخوات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا النهاردة في مقرر مبادئ المحاسبة عن بعنوان السجلات المساعدة. السجلات المساعدة الحقيقة يعني المحاضرة النهاردة من الناحية الفنية برضو بنقول يعتبر ما فيهاش جديد، لأن احنا هناخد شكل آخر أو إضافة بسيطة للدورة المحاسبية التقليدية اللي احنا درسناها. قبل ما نشوف التفاصيل مع بعض بشكل نظري وبشكل عملي، تعالوا كده ناخد 10 دقايق بس نعرف القصة ايه. عايزين نحكي قصة المحاضرة النهاردة في حوالي 10 دقائق. نشوفها كده على البورد مع بعض، نركز فيها كده لو سمحتوا 10 دقايق وبعدين نحكي مع بعض. لو النهاردة مثلا أنا منشأة كبيرة أو متوسطة الحجم وعندي عمليات كتيرة، عمليات بيع وعمليات شراء وسداد مصروفات وتحصيل إيرادات، فكمية عمليات كبيرة أو ممكن تحصل كل يوم. إحنا اتفقنا إن جميع العمليات اللي بتحصل في أي منشأة لابد إنها تسجل في دفتر اليومية أولا بأول. فلو منشأة كبيرة أو متوسطة الحجم هيبقى عندها عمليات كتيرة جدا، هتلاقي دفتر يومية بقى طويل جدا وكبر جدا. يعني مثلا منشأة بتعمل في اليوم مثلا 100 عملية 200 عملية، تخيلوا بقى شكل دفتر يومية هيبقى كبير قد إيه، هتبقى مشكلة. وبرضو العمليات بتتسجل طبقا لتسلسل حدوثها التاريخي أو الزمني، يعني حتى العملية اللي حصلت 9 صباحا تتسجل قبل العملية اللي حصلت 10 صباحا. فاللي بيحصل إيه بقى، العمليات ورا بعض مش بنفس الطبيعه، يعني هتلاقي مبيعات بعدها مشتريات بعدها سداد مصروفات بعدها تحصيل ايرادات اخرى بعدها مثلا دفعنا رواتب واجور بعدها مصاريف نقل بعدها اشترينا تاني. هتلاقي المعلومات كلها ايه، مش من طبيعه واحده. فلو عايز اوصل لمعلومه معينه عن بند معين يبقى في شيء من الصعوبه الحقيقه. طيب ففي ناس فكروا في ايه، في حاجه اسمها السجلات المساعده. طب جت منين إيه فكره السجلات المساعده دي؟ اقول لكم، تعالوا دلوقتي نشوف اللي احنا درسناه قبل كده، نشوف اللي احنا درسناه قبل كده. لو مثلا المنشأة بتبيع بضاعة وعندها اكتر من عميل، فمثلا لو قلنا مثلا انه في يوم واحد بعنا بضاعة لمحلات الامل على الحساب بمبلغ 10,000 ريال. طبعا انتوا عارفين القيد، بقيتوا بقى اساتذة دلوقتي مش كده ولا ايه؟ فهنقول 10,000 من حساب المدينين، وبين قوسين كنا بنقول محلات الامل، 10,000 الى حساب المبيعات. وكنا بنقول اثبات مبيعات على الحساب لمحلات الامل. طيب لو جينا بعدها مثلا في 5/1 بعنا بضاعة تاني على الحساب ولكن مثلا لمحلات الهدى مثلا ب20,000، يبقى هنقول 20,000 من حساب المدينين محلات الهدى، 20,000 الى حساب المبيعات. كويس. لو مثلا بعدها في 15/1 بعنا بضاعة لعميل ثالث وليكن محلات التوفيق مثلا ب30,000، 30,000 برضو بضاعة على الحساب من حساب المدينين محلات التوفيق، 30,000 إلى حساب المبيعات. حاجات سهلة كلها. وافترضوا انه مثلا في 25/1 بعنا تاني وليكن لمحلات الامن، بعنا لهم تاني بضاعة بكام؟ ب40,000 على الحساب، 40,000 من حساب المدينين بين قوسين اهو محلات الامل،
40,000 إلى حساب المبيعات، وهكذا. وقد تحدث العمليات دي كلها في يوم واحد، أو نبيع ل20 عميل في يوم واحد ممكن. المهم هتلاحظوا إيه معايا حضراتكم؟ إنه في الأربع قيود دول في عامل مشترك، كل مبيع على الحساب، ها بقول إيه؟ من حساب المدينين محلات كذا، من حساب المدينين محلات كذا، من حساب المدينين محلات كذا. اللي بيتغير هو اسم العميل، لكن في كل مره بقول ايه؟ من حساب ايه؟ المدينين. كويس؟ كمان في قاسم مشترك اعظم بينهم ما بيتغيرش اسمه بقى، يعني اذا كان هنا اسم العميل بيتغير، في قاسم مشترك اعظم ما بيتغيرش اسمه، اللي هو ايه؟ في القيد الاول قلت الى حساب المبيعات، وفي القيد الثاني الى حساب المبيعات، وفي القيد الثالث الى حساب المبيعات، وفي القيد الرابع نفس الكلام. اتكررت معايا اربع مرات كلمه الى حساب المبيعات، اللي هو الطرف الدائم في القيد، مش كده ولا ايه؟ طيب ايضا تلاحظوا ايه؟ ان كل قيد، احنا طبعا درسنا وعرفنا ان كل عمليه ماليه ليها طرفين متساويين في القيمه، احدهما مدين والاخر دائن، مش كده ولا ايه؟ طيب وبالتالي في القيد الاول 10,000 10,000 بتتكرر مرتين، في القيد الثاني 20,000 20,000 بتتكرر مرتين، وفي القيد الثالث وفي القيد الرابع كل رقم بيتكرر مرتين. ففكروا في ايه؟ دلوقتي دي كلها مبيعات على الحساب. الحاجة الوحيدة اللي بتتغير معايا هي اسم ايه؟ اسم العميل. وقلنا في دفتر اليومية دي عملية يوم 1/1/5/1/15/1/25/1. أكيد في عمليات تانية حصلت بين التواريخ دي، ما بين 1/1 و5/1، ما بين 5/1 و15/1، ما بين 15/1 و25/1، في عمليات كتيرة حصلت في النص. فلو أنا مثلا بسأل المحاسب في المنشأة بقول له إيه؟ إحنا مبيعاتنا على الحساب كام؟ خلال الشهر مثلا شهر واحد ده، هيقعد بقى يلف في الدفتر كله وفين وفين لما يوصل لعملية مبيعات عشان يجمعها، وجايز يتلخبط. مش كده؟ فقال له إيه بقى؟ قال له طب ما إحنا ممكن نجمع كل المبيعات الآجلة دي في مكان واحد. نجمع كل المبيعات الآجلة دي في مكان إيه؟ واحد، ونفتح حاجة اسمها يومية المبيعات الآجلة، وتبقى يومية مساعدة. يومية إيه؟ مساعدة. هي لن تغني عن دفتر اليومية العامة زي ما هنشوف، لكن هنفتح حاجة اسمها إيه؟ دفتر يومية المبيعات الآجلة. هتشوفوها هيعجبكم على فكرة، هتقولوا حتى طب ما قلتناش من الأول على الحكاية دي ليه؟ لا، ما كانش ينفع نقولها من الأول، لازم نقولها إيه؟ واحدة واحدة. تعالوا كده لو سمحتوا نشوف شكل دفتر يومية المبيعات الآجلة. أهو دفتر يومية المبيعات الآجلة. نشوف كده شكل الدفتر. عندنا خانة في الأول هنا للمبلغ، وبعدين الخانة التانية هنحط فيها اسم العميل، هنا عندنا خانة رقم القيد زي الدفتر اليومية بالظبط بقى الباقي، وخانة رقم المستند، وخانة رقم صفحة الأستاذ، وخانة أخيرة للتاريخ. المبلغ، اسم العميل، والباقي الخانات كلها زي ما خدناها بالظبط، رقم القيد، رقم المستند، رقم صفحة الأستاذ، التاريخ.
طبعا يا جماعه في الكتاب ممكن تلاقوه كاتب التاريخ على اليمين والمبلغ على اليسار، وبعض الكتب بتكتب المبلغ على اليمين، يمكن بنفضل يكون المبلغ على اليمين لانه اهم الحقيقه، واحنا في اللغه العربيه عندنا بنجيب اليمين الاول، وبالتالي بنفضل يكون المبلغ على اليمين والتاريخ على اليسار. لكن على اي حال ايه اللي هيحصل بقى؟ احنا كان معانا دلوقتي اربع عمليات، كان معانا اربع عمليات سجلناهم بالطريقه التقليديه بتاعتنا في دفتر ايه؟ اليوميه، فاكرينهم؟ كان اول ايه؟ اول عمليه كانت 10,000 اللي هي كانت في تاريخ 1/1 مش كده؟ كانت من حساب المدينين اهو قدامنا اهو يا جماعه، كانت من حساب المدينين ها؟ الى حساب ايه؟ المبيعات. دلوقتي انا رايح لدفتر ايه؟ رايح لدفتر يوميه المبيعات الاجله. يبقى ما فيش داعي اجيب سيره كلمه المبيعات خالص، لان لن يسجل في هذا الدفتر الا ما يتعلق بالمبيعات الاجله فقط، وليس المبيعات حتى النقديه، المبيعات الاجله اللي هي على الحساب. لن يسجل فيه الا المبيعات على الحساب. كويس. يبقى لما اجي ارحل او اسجل هذه العمليه مش محتاج اجيب سيره المبيعات، هو خلاص كل اللي هيتسجل في هذا الدفتر يتعلق بالمبيعات اللي على الحساب. كمان كلمه المدينين دي، كلمة المدينين أقولها ليه؟ ما هو أصلاً اسمه دفتر يومية المبيعات الآجلة، يبقى أكيد كل اللي هيسجلوا فيه مدينين. هو دفتر مبيعات على الحساب آجلة، يبقى كل اللي هيسجلوا فيه إيه؟ مدينين، لكن ما يهمنيش تقول لي إنهم مدينين، يهمني اسم إيه؟ اسم العميل نفسه، يبقى هاجي هنا فقط هقول إيه؟ إنه في يوم 1/1 اسم العميل بتاعي اللي هو محلات الأمل، وقيمة العملية المبلغ ها محلات المدينين بكام؟ ب 10,000 ريال. رقم القيد ده أول قيد، رقم المستند بقى حسب ما يكون عندنا، رقم صفحة الأستاذ حسب برضو ها ما يكون عندنا، كلها بيانات إحصائية بسيطة. اللي يهمني دلوقتي أبقى عارف التاريخ واسم العميل والمبلغ. خلصت كده يا جماعة. يعني ساعة ما نقول باعت المنشأة بضاعة على الحساب لمحلات الأمل بمبلغ 10,000 ريال في يوم 1/1 نحط التاريخ ونحط ال 10,000 ريال، ويهمني فقط في خانه البيان ها اسم ايه؟ العميل نفسه اللي هو محلات الامل. وزي ما حضراتكم كده شايفين ال 10,000 ذكرت مره واحده، ما هي العمليه ب 10,000، ودايما هيبقى الطرف الثاني ايه؟ المبيعات. يبقى الطرف الاول هنا دايما هيكون اسم العميل، ومش قلت مش لازم اقول انهم مدينين لانهم طبيعي انهم ايه؟ مدينين، ما انا رايح دفتر يوميه مبيعات اجله على الحساب، فاكيد الطرف الاخر مدينين. يبقى العمليه الاولى اتسجلت بهذا الشكل. طب العمليه الثانيه 20,000 ها من حساب المدينة محلات، اخد فقط 20,000 محلات الهدى بس. يبقى هنا هنقول 20,000 محلات ايه؟ الهدى. ده القيد رقم 2، وكمل رقم المستند رقم صفحه الاستاذ، ده كان في يوم 5/1. تاخد ثواني بقى الحكايه، الحكايه اسهل فقط. طيب العملية التالتة، بعنا بضاعة على الحساب لمحلات التوفيق، بدل ما اعمل كل القيد دوت هاخد فقط اقول 30,000 محلات التوفيق. طالما رايح دفتر يومية مبيعات أجلة ببقى عارف ان محلات التوفيق ايه؟ مدينة، 30,000 محلات التوفيق، ده القيد رقم 3 في تاريخ 15/1. العملية الرابعة من حساب المدينين محلات الأمل إلى حساب المبيعات في 25/1. يبقى هنا نقول 25/1 40,000 محلات الأمل، اتكرر اسمها تاني ما يجراش حاجة، كل حاجة في تاريخها، وهكذا. نفترض دول بس الأربع عمليات اللي هم حصلوا عندنا مثلا يعني في المنشأة خلال شهر 1. اعمل ايه بقى؟ اجي في نهايه كل فتره ولتكن شهر، غالبا بتكون شهر لما بنفتح يوميات مساعده ها، واجمع اقول هنا الاجمالي. الاجمالي امتى؟ في 30/1 في نهايه الفتره، نهايه الشهر. 10, 20, 30, 60, 40, 100,000. يبقى لو انا رفعت السماعه وسالت المسؤول قلت له احنا مبيعاتنا الاجله خلال شهر 1 كام؟ هيرد عليا بسهوله وببساطه ها، ويروح يفتح كده ويقول لي ايه؟ 100,000. لو سالته خلال الشهر
خلاص هو رايح مكان واحد وهيقعد يجمع بسرعه ويرد عليا، غير لما كان يقعد يدور عليهم في اكتر من صفحه في دفتر اليوميه العامه اللي احنا ايه خدناه. لكن زي ما قلت من شويه، وجود دفتر يوميه مساعده لا يغني عن دفتر اليوميه ايه العامه، بس بيعمل اختصار بقى، اختصار لتسجيل العمليات. ازاي؟ خدوا بالكم ده الرقم ده في الاخر كده 100 ألف، ده يمثل ايه؟ يمثل حاجتين، يمثل مبيعات اجله ويمثل المبلغ الذي يستحق المنشاه عند المدينين، مش كده؟ نروح بقى نعمل ايه في نهايه الشهر بال 100 ألف؟ نروح الدفتر اليومي العامه اللي احنا عارفينه ونعمل قيد واحد. بدل ما كنت بعمل اربع قيود هعمل قيد واحد، ها؟ وهقول ايه بقى؟ ما يهمنيش بقى اسم العميل هنا، هقول من حساب اجمالي المدينين الى حساب اجمالي ايه؟ المبيعات. بال 100 ألف، يعني في دفتر اليوميه العامه في دفتر اليومية العامة بنقول 100 ألف من حساب إجمالي المدينين 100 ألف إلى حساب إجمالي المبيعات. من حساب اجمالي المدينين الى حساب اجمالي المبيعات، قيد واحد بس. طيب وصلنا اليومية العامة بنعمل ايه؟ ما احنا عارفين بقى الدورة المحاسبية بتاعتنا، هنكمل عادي خالص. الخطوة اللي احنا عملناها دي خطوة بتسبق خطوة اليومية العامة. بعد اليومية العامة بنروح فين؟ على الأستاذ العام، مش كده؟ طيب نروح دفتر بقى الأستاذ العام، أنا كل اللي سجل عندي في اليومية العامة قيد اجمالي، طرفين اتنين، يبقى هفتح ها؟ أيوه حسابين. نفتح كده حساب اجمالي المدينين ونفتح حساب ايه؟ اجمالي المبيعات، حسابين وارحل ليهم بالظبط زي ما احنا ايه بنرحل. عايز ارحل لحساب اجمالي المدينين، قلنا بناخد الرقم اللي قدامه وانقل الطرف ايه الاخر، مش كده؟ هيبقى القيد بتاعي 100 ألف إلى حساب إجمالي المبيعات، إلى حساب إجمالي المبيعات. كويس. وفي حساب إجمالي المبيعات أعمل إيه؟ نفس الحكاية، آخد الجزء أو الرقم اللي قدامه وأنقل الطرف إيه؟ الآخر، يبقى 100 ألف من حساب إجمالي المدينين. مئة ألف من حساب إجمالي المدينين. وأعمل إيه بعد كده؟ بعد الأستاذ العام بنروح فين؟ ها؟ أه هنرصده الأول؟ طيب نرصد الحساب ترصيد عادي خالص يا جماعة زي ما تعودنا. هرصد حساب إجمالي المدينين، ادي 100 ألف 100 ألف 100 ألف 100 ألف، واطلع الرصيد بتاعي هيطلع هنا رصيد مدين ب 100 ألف، مش كده؟ وعلى الجانب الآخر هيطلع هنا 100 ألف رصيد دائم. كده وصلت لمرحلة دفتر الأستاذ العام. بعمل إيه بعد كده؟ بروح على فين؟ نكمل بقى الدورة المحاسبية عادي خالص. ناخد الرصيد دي هنروح بيها على فين يا جماعة؟ الرصيدين دول كده، الرصيدين دول هيروحوا ها على فين؟ على ميزان المراجعة، مش كده؟ وبعد ميزان المراجعة نعمل ايه؟ تمام، نعمل ها نعمل القوائم، نعمل القوائم المالية اللي هي المنتج النهائي بتاع اللي احنا مستنيينه. واضح يا جماعة؟ يبقى
رحت اليوميه العامه عملت قيد باجمالي اليوميه المساعده، بقى قيد واحد عده قيود، وبعد كده بكمل عادي خالص. طيب واروح على دفتر الاستاذ العام افتح حسابين باللي انا فتحتهم في اليوميه، ارصد الحسابات واكمل الدوره المحاسبيه بتاعتي بشكل تقليدي خالص ومفيش اي مشاكل. طب فاضل بقى حاجه واحده كمان جميله جدا ومفيده كمان، هي ايه؟ حضراتكم فاكرين ادي الاربع عمليات اللي تسجلوا فين؟ في اليوميه المساعده. الاربع عمليات اللي تسجلوا في اليوميه المساعده. دلوقتي محلات الامل دي ممكن نكون بنتعامل معاها مثلا 10 مرات خلال الشهر. كويس؟ فانا عايز اعرف برضو وضع محلات الامل ايه؟ انا دلوقتي في دفتر الاستاذ العام عندي اجماليات. دفتر الاستاذ العام عندي ايه؟ اجماليات، يعني اقدر اعرف اجمالي مبيعاتي على الحساب، اجمالي اللي ليا عند المدينين، مش كده؟ لكن ما اعرفش محلات الامل مثلا ليا عندها كام لوحدها؟ محلات التوفيق ليا عندها كام؟ يبقى في الحاله دي قالوا نعمل حاجه اسمها ايه؟ دفتر استاذ مساعد. زي ما عملنا يوميه مساعده نعمل حاجه اسمها دفتر استاذ ايه؟ مساعد. والحقيقه دفتر استاذ مساعد بنروح له حتى قبل ما نروح اليوميه العامه، بس انا حبيت الاول اوريكم ايه؟ الدوره المحاسبيه كامله. طيب دفتر الاستاذ مساعد ده بقى ايه؟ برضه في صفحه ها لكل عميل. يعني دفتر الاستاذ العام في صفحه لاجمالي المدينين. لكن دفتر الاستاذ المساعد هيبقى فيه صفحه لكل ايه؟ عميل، يعني صفحه لمحلات الامل، وصفحه لمحلات الهدى، وصفحه لمحلات التوفيق وهكذا. عشان لو عايز اعرف تفاصيل تعاملاتي مع عميل معين اروح دفتر الاستاذ المساعد. عايز اعرف الاجماليات اروح للاستاذ ايه؟ العام. شفتوا بقى الفرق؟ طيب ايه حكايه دفتر الاستاذ ايه؟ مساعد. انا عندي دلوقتي اربع، هروح افتح حاجه اسمها دفتر استاذ مساعد، بس استاذ مساعد ايه؟ انا بتكلم على عملاء. يبقى نفتح دفتر استاذ مساعد المدينين. دفتر استاذ مساعد يبقى فيه كل اللي فيه بيتكلم عن المدينين. اهو شوف كده بقى شكل دفتر استاذ مساعد المدينين. دفتر استاذ مساعد المدينين. قلنا هيبقى فيه صفحه لكل عميل. صفحة لكل ايه؟ عميل. يعني يبقى في كده ها حساب محلات الامل وحساب محلات الهدى. انا عندي كام عميل؟ الامل والهدى والتوفيق. يبقى هفتح تلات ايه؟ تلات حسابات. ونقول مثلا هنا حساب محلات التوفيق. عايزين نرحل، كنا بنراجع اللي فات يا جماعه، عايزين نرحل من دفتر اليوميه المساعده لدفتر الاستاذ المساعد. ادي اليوميه المساعده اهي. يبقى اروح لمحلات الامل اخد الرقم اللي قدامها ب 10,000 الى حساب المبيعات. يبقى هنا اقول ها 10,000 الى حساب المبيعات، ده كان في 1/1. بعد كده زي ما حضراتكم فاكرين كان عندنا 20,000 ها محلات الهدى في 5/1، يبقى 20,000 الى حساب المبيعات، ده كان في 5/1. ومحلات التوفيق برضو لو فاكرين معايا كان قدام حضراتكم اهو، برضو اهو 30,000 محلات التوفيق في 15/1. 30,000 الى حساب المبيعات في 15/1. نرجع تاني لقيود اليومية، هنلاقي انه عندنا اخر قيد بعنا لمحلات الامل تاني في 25/1 بمبلغ كام؟ 40,000. ارجع تاني هنا اقول 40,000 الى حساب المبيعات في 25/1. نفس الشكل يا جماعه اللي احنا خدناه قبل كده ها؟ نفس الشكل اللي احنا خدناه قبل كده بالنسبه لدفتر الاستاذ. طيب لو احنا بقى بنرصد الكلام ده في 30/1 هيطلع هنا 50,000 وهنا 50,000
مش كده؟ هنا 30,000، ده المجموع الأكبر بحطه في الجانبين. خلاص بقى أنتوا عارفين الحاجات دي كويس. 20,000، 20,000، ويطلع عند الرصيد يا جماعة هنا أدي 50,000 رصيد، 20,000 رصيد، طبعا ده في 30/1، 30/1، وهنا 30,000 رصيد برضو في 30/1. ده الرصيد بتاعي اللي هو طالع في آخر الفترة. ليه عملنا الحكاية دي؟ ليه عملنا الحكاية دي؟ قلنا أولا عشان لو احنا عايزين نعرف تفاصيل تعاملاتنا مع العملاء مع المدينين اقدر اعرفها من هنا. يعني في اي وقت تسالني محلات الهدى لين عندهم كام؟ اروح ايه لحساب محلات الهدى اقول لين عندهم 20,000. محلات الامن لين عندهم كام؟ لين عندهم 50,000. طب كل اللي لين عند المدينين كام؟ اروح دفتر الاستاذ العام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه مهمه جدا عمليه المطابقه. انا عايز اتاكد وانا بشتغل ان انا شغلي صح. يعني ايه بقى؟ هعمل ايه؟ هعمل حاجه جميله قوي. النهارده دفتر الاستاذ مساعد ده اللي بيديني التفاصيل، بيديني تفاصيل تعاملاتي مع العملاء المدينين. ها؟ اجمع كده لو سمحتوا الارصده بتاعه كل العملاء الاقي ايه؟ 50,000 زائد 20,000 كام؟ 70,000. 70,000 زائد 30,000 كام؟ 100,000. يبقى كل تفاصيل تعاملاتي مع العملاء المدينين كام يا جماعه؟ 100,000 ريال. طيب نروح كده نشوف دفتر الأستاذ العام، هلاقي حساب إجمالي المدينين رصيده كام؟ برضو 100,000. ده بيطمني إلى حد كبير جدا إن أنا شغلي إيه مظبوط. بيطمني ها إني ما عنديش مشاكل أو ما عنديش أخطاء سواء في التسجيل أو في الترحيل. ونوع من الرقابة بنراقب في نهاية الفترة إنه تفاصيل ها او يعني تفاصيل أرصدة العملاء في دفتر الأستاذ المساعد تساوي تماما الرصيد الإجمالي لحساب إجمالي المدينين في دفتر الأستاذ العام. دي الفكرة يا جماعة. يبقى بنسجل يا جماعة في دفتر اليومية كويس. المفروض بعد كده مباشرة أطلع على دفتر الاستاذ المساعد. ايوه واحد بيقول صح بس وريتها لكم في الاخر بس هو الصح كده. ها وبعد كده في نهايه كل فتره اروح تاني لدفتر اليوميه. يعني اول حاجه بنسجلها هنا في اليوميه المساعده يا جماعه، بنسجل اول حاجه في اليوميه المساعده واروح منها على الاستاذ المساعد وارجع تاني لنفس اليوميه المساعده اعمل بيها ايه؟ قيد اجمالي فين؟ في اليوميه العامه. يبقى اليوميه المساعده بروح منها المكانين، هنشوف الكلام ده مع بعض. اليوميه المساعده بنروح منها المكانين للاستاذ المساعد ولليوميه ايه؟ العامه. اليوميه المساعده بنروح منها المكانين. ادي اليوميه المساعده ده مصدر القيد بقى الاساسي بتاعي، مصدر القيد الاساسي في اليوميه المساعده. بعد كده اروح منها على الاستاذ المساعد عشان ارحل التفاصيل بتاعت كل عميل، وبعدين اخد الاجمالي اوديه على دفتر اليوميه ايه؟ العامه. الاجمالي يروح في دفتر اليوميه العامه بالقيد اللي احنا شفناه مع بعض، ومن اليوميه العامه ها اروح على الاستاذ العام افتح حساب ها لكل طرف من اطراف القيد واكمل الدوره المحاسبيه عادي، ها اوصل لميزان المراجعه ثم القوائم الماليه. دي الحقيقه كانت فكرة سريعة عن الشغل ايه بتاعنا. وطبعا يا جماعة نفس اللي احنا قلناه على المبيعات ينطبق على ايه؟ المشتريات. لسه هنشوف الكلام ده مع بعض زي ما قلنا، لكن احنا لما كنا بنقول مبيعات آجلة نفتح دفتر يومية مساعدة ليها، برضه بنفتح دفتر يومية مساعدة للمشتريات الآجلة. لما كنا نقول دفتر الاستاذ المساعد اسمه دفتر الاستاذ مساعد مدينين في حاله المبيعات. طب في حاله المشتريات الاجله يبقى اسمه ايه؟ تمام، دفتر الاستاذ مساعد الدائنين. صح كده؟ وبتكمل نفس ايه؟ الكلام بالظبط. تعالوا بقى ها انا اعتقد ان انتم اتبسطتوا من الفكره. تعالوا كده نشوفها مع بعض ها
بشكل ايه؟ نظري، وبعد كده نشوفها باذن الله تعالى بشكل عملي. سجلات المساعده سبسيدياريز. ناخد كده مقدمه سريعه. النظام المحاسبه يا جماعه في اي منشاه بيقوم على ثلاثه دعائم اساسيه، وانتوا عرفتوها خلاص، بس احنا بنحاول بقى ايه نفكركم بيها. ها، اول حاجه عندنا مجموعه مستنديه، وشفنا قبل كده عندنا مستندات داخليه ومستندات ايه خارجيه، قلنا حتى الخارجيه اقوى لانها بتيجي ها من بره، الدليل بتاعها اقوى. وعندنا مجموعه دفتريه زي ما شفنا، دفتر يوميه، ها دفتر استاذ عام، عندنا مجموعه دفتريه لازم نصممها كمنشاه يعني. ها، وعندنا مجموعه من التقارير والقوائم الماليه، شفنا قائمه دخل، قائمه مركز مالي، دي دعائم اساسيه. يعني اي نظام محاسبه في اي منشاه، يعني انتوا دلوقتي المفروض عندكم خبره، لو عندكم اي منشاه صغيره كبيره اي حاجه وعايزين تصمموا لها نظام محاسبي، تقولوا عايزين لازم عندنا مستندات، على الاقل تبقوا عارفين لازم عندنا مستندات، عندنا دفاتر، عندنا قوائم وتقارير ماليه. طبعا شكل المجموعه الدفتريه ها بصفة أساسية، عشان ده كلامنا كله على المجموعة الدفترية النهارده، السجلات اللي هي المجموعة الدفترية يومية وأستاذ والكلام ده، يتوقف على إيه؟ أكيد على حجم إيه؟ المنشأة، يعني لو منشأة صغيرة مش محتاجين اللي إحنا قلناه النهارده ده، تعاملاتها بسيطة، لكن كل ما حجم المنشأة يكبر ممكن أفكر بقى في موضوع اليوميات المساعدة وضيفات الأستاذ المساعدة والكلام ده. يبقى حجم المنشأة، طبيعة النشاط، وأيضا الطريقة المحاسبية اللي بتطبق في المنشأة. طيب زي ما قلنا إنه عندنا مبررات لاستخدام السجلات المساعده او اليوميات المساعده زي ما شفنا من شويه. اللي احنا استخدمناها يا جماعه وشرحناها كدوره محاسبيه خلال الفتره الماضيه، بنقول عليها الطريقه العاديه المعروفه لكل الناس. لكن هذه الطريقه اللي احنا شرحناها كدوره محاسبيه اللي هي يوميه استاذ ميزان مراجعه قوائم ماليه، دي لا تناسب المنشئات المتوسطه والكبيره نظرا لتعدد ايه؟ العمليات. وقلنا صعب ان احنا نسجلها في دفتر واحد طبقا لتسلسلها الزمني، كل الكلام ده انا قلته من شويه، مش كده؟ لو احنا بقى عايزين معلومات ايه؟ تحليليه، يبقى لازم نروح نستخدم حاجه اسمها السجلات ايه؟ المساعده. وكلمه السجلات مساعده يعني يوميه مساعده واستاذ مساعد، قلنا الكلام ده دلوقتي. ها؟ وقلنا ايضا بتعرف هذه الطريقه بالطريقه المركزيه، تعرف بالطريقه المركزيه. طب ايه هي الاجراءات المحاسبيه في ظل استخدام السجلات المساعده؟ قلنا بترتكز على استخدام اليوميات المساعده اللي احنا بنسجل فيها العمليات ايه؟ المتكرره وذات الطبيعه المتشابهه. وبنعمل ايه بعد كده؟ يعني عشان بقى الكلام بقى لازم نبقى فاهمينه دلوقتي. انا حبيت اقدم المقدمه اللي انا عملتها دي عشان الكلام يبقى سهل. يعني ايه عمليات متكرره ومتشابهه؟ يعني المبيعات ها اللي هي على الحساب تبقى كلها في مكان واحد. مشتريات على الحساب تبقى كلها في مكان واحد. وبعد كده نرحل القيود اللي في اليوميه المساعده دي ها لمجموعه من دفاتر الاستاذ المساعده. يعني المبيعات اللي على الحساب اللي هي في اليوميه بتاعت المبيعات الاجله هتروح دفتر استاذ مساعد المدينين. واللي تسجل في يوميه المشتريات الاجله كيوميه مساعده هيروح دفتر استاذ مساعد الدائنين. قدامنا الكلام اهو. فبنرحل ليهم تفاصيل العمليات المسجله في اليوميات المساعده اللي هي بتاثر على الحسابات الشخصيه للمدينين والدائنين اولا باول. طيب في نهايه كل فتره زي ما شفنا بنعمل ايه بقى؟ ناخد اجمالي اليوميه المساعده ونعمل بيه قيد اجمالي في دفتر اليوميه العامه او المركزيه. يعني هفتح دفتر يومية ايه؟ زي ما هنشوف دلوقتي، يومية لكل حاجة. طب هل احنا هنفتح بقى كل عملية افتح لها يومية؟ يعني دفعت مصروفات نقل افتح لها يومية؟ دفعت فواتير مثلا كهرباء افتح لها يومية؟ ما ينفعش. احنا بنفتح يومية للعمليات اللي بتتكرر كتير المتشابهة معايا؟ وبالتالي لو في عمليات بقى ايه؟ في الحالة دي ها ما بتتكررش كتير، على طول اوديها على دفتر يومية العامة. على طول اوديه، يبقى في النهاية كله هيصب فين؟ في دفتر اليوميه العامه، كان اليوميات المساعده دي مرحله وسيطه. لكن في النهايه كله بيصب في دفتر اليوميه ايه؟ العامه. والعامه بقى نكمل عادي خالص، دفتر يوميه عامه تكمل معايا الدوره المحاسبيه، يوميه عامه، دفتر استاذ عام، ها ميزان مراجعه، ثم اعداد القوائم الماليه. طيب ملاحظه كده سريعه، دفاتر المساعده يا جماعه دي يعني ايه؟ دفاتر احصائيه بيانيه. وبالتالي لا يشترط توافر ايه الشروط النظاميه فيها، لكن اللي نتحاسب عليه اكتر بقى هو دفتر اليوميه ايه العامه، ده اللي يشترط ها انه يكون دفتر نظامي وتتوافر فيه الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده واحنا بنسجل في دفتر اليوميه. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض ها نشرح برضو نفس اللي احنا قلناه بس نشوفه كده في شكل ايه تخطيطي، الدوره المحاسبيه في ظل استخدام السجلات المساعده.
بتبدا بايه يا جماعه؟ احنا دي دلوقتي دي المجموعه اللي عندنا، سواء مجموعه مستنديه او مجموعه ايه؟ دفتريه. اول حاجه انتوا عارفين ان مصدر القيد الاولي هو المستندات. كويس؟ القصه بقى بتمشي ازاي؟ المستندات موجوده عندي. من هذه المستندات بسجل فين؟ في دفاتر اليوميه المساعد. تمام؟ طيب سجلت خلاص في اليوميه المساعده، يعني مثلا اللي هي العمليات بتاعه ايه؟ المبيعات الاجله. شفناها من شويه كده، اسامي العملاء، محلات الامل والتوفيق والهدى والكلام ده، كويس؟ طب من اليوميه المساعده اعمل ايه؟ قلنا نروح على دفاتر الاستاذ المساعد، نعمل ترحيل. ما انا سجلت خلاص في دفتر يوميه مساعده، اعمل ترحيل، هروح لفين؟ لو انا مثلا سجلت مبيعات اروح دفتر استاذ مساعد مدينين. لو انا كنت في يوميه مشتريات اجله اروح دفتر استاذ مساعد الدائنين. ارحل على مين؟ على الدفترين دول. ها؟ يبقى هتجه لدفتر استاذ مساعد المدينين في اللي يخصه، ودفتر استاذ مساعد ايه؟ الدائنين في اللي يخصه. تمام؟ طيب قلنا ايه بقى كمان؟ في نهايه كل فتره نعمل ايه؟ في نهايه كل فتره اخد اجماليات اليوميات المساعده دي واعمل بيها قيد في دفتر اليوميه العام. اعمل بيها قيد في دفتر اليوميه العام. طيب بعد اليوميه العامه اروح فين؟ ها؟ تمام، انتوا بتقولوا اهو اروح دفتر الاستاذ العام، برضه هنرحل من اليومية العامة إلى دفتر الأستاذ العام. واضح يا جماعة؟ طيب بعد الأستاذ العام نعمل إيه؟ لا ما تستعجلش، مش هنروح ميزان المراجعة، في لسه خطوة اتفقنا عليها، خطوة مهمة، هنعمل مطابقة. مطابقة ما بين إيه؟ التفاصيل اللي موجودة في الدفترين دول، أستاذ مساعد مدينين، أستاذ مساعد دائنين، ها؟ أعمل لها مطابقة مع اللي موجود في دفتر الأستاذ إيه؟ العام. قلنا تفاصيل العملاء اللي هم المدينين، وتفاصيل الموردين اللي هم الدائنين، ها، هتكون موجوده كاجماليات في دفتر الاستاذ ايه؟ العام. اعمل مطابقه عشان اطمن ان انا شغل ايه؟ مظبوط قبل ما اكمل، ها، وارحل بقى الارصده اللي في دفتر الاستاذ العام الى ميزان المراجعه. وطبعا وصلنا لميزان المراجعه، بعديها مباشره هنعمل ايه يا جماعه؟ ايوه انا سامعكم اهو كلكم بتقولوا هنعمل القوائم الماليه. نعمل القوائم الماليه، ودي تبقى نهاية الدورة ايه؟ المحاسبية. طيب ايه هي انواع اليوميات المساعدة؟ احنا قلنا كل مجموعة متكررة من العمليات هنجمعها في مكان واحد، يومية واحدة كده، وتبقى الحكاية اسهل لينا بعد كده في الشغل زي ما شفتوا. ها؟ يبقى اول حاجة عرفناها يومية مبيعات اجلة، كل المبيعات على الحساب اللي على الحساب هتروح فين؟ في المبيعات الاجلة. كويس، ناخد بالنا يا جماعة. طب يومية مردودات المبيعات، كل مردودات المبيعات اللي على الحساب برضه هتيجي فين؟ في يوميه مردودات المبيعات. يوميه المشتريات الاجله، كل المشتريات على الحساب هتيجي فين؟ في يوميه المشتريات الاجله. مردودات المشتريات هتروح فين؟ نجمعها كلها في يوميه واحده. طيب لو انا بقى ايه؟ بعت نقدا، ما هو مش كل مبيعات على الحساب، لو عندي مبيعات نقديه اوديها فين؟ اوديها يوميه مقبوضات نقديه. طيب لو انا مثلا بعت اصل استغنيت عنه مش محتاجه وعايز ابيعه معايا، يبقى في الحاله دي يتسجل في يوميه المقبوضات ايه؟ النقديه. طيب لو انا حصلت من المدينين يتسجل فين؟ في يوميه المقبوضات النقديه. واضح كده؟ مقبوضات نقديه، يبقى برضه بجمع كل المتحصلات بتاعتي فين؟ في يوميه المقبوضات النقديه. طيب دفعت سددت للموردين نقدا، اشتريت ودفعت نقدا، يبقى يوميه المدفوعات النقديه. اشتريت اصل نقدا، يبقى في يوميه المدفوعات النقديه. سددت قرض مثلا، يوميه المدفوعات النقديه، وهكذا يا جماعه. كمان ايه؟ ممكن ابيع واسحب كمبيال على الغير، او اخليه يتعهد ليا بسند اذني، يبقى في الحاله دي اعمل يوميه لاوراق القبض. كل عمليات متشابهه اجمعها فين؟ في يوميه لوحدها، يبقى عندي يوميه اوراق القبض. نفس الشيء ممكن اشتري يسحب عليا كمبياله، او اقبل كمبياله امر الغير، او اتعهد بالسداد بسند اذني، يبقى افتح يوميه لاوراق ايه؟ الدفع. وعايزين نقول انه لو بقى اي عمليه حصلت بقى في المنشاه، طبعا ممكن نفتح مثلا حاجه اسمها يوميه العمليات الاخرى، بعض المنشآت بتفتح، لكن ممكن نكتفي بهذه اليوميات. وبعدين اي عمليه تحصل بقى لا يناسب تسجيلها هذه الدفاتر نروح نسجلها مباشره في دفتر اليوميه ايه؟ العامي، يعني في النهايه كله هيتسجل. طيب نشوف بقى شكل دفتر يوميه المبيعات الاجله كريدت سيلز جورنال، ولان انا عارف ان انتوا ايه خلاص عرفتوا شكله، مش كده ولا ايه؟ طيب قبل ما نشوف الشكل بس نتكلم عنه، بنقول ان الدفتر ده هيخصص لاثبات
عمليات البيع الآجل فقط، البيع الآجل. طب لو مبيعات نقدية، الكلام اللي احنا قلناه من شوية اهو، متحصلات من المدينين، متحصلات أخرى مبيعات أصول ثابتة، أو حصلنا على قرض، فلوس جت لنا، تروح فين؟ تروح يومية المقبوضات إيه؟ النقدية. برضه بنوضح بس، لكن ده كل ده كلام نظري، طالما فاهمينه خلاص انتهى الموضوع. يسجل في هذا الدفتر الأطراف إيه؟ المدينة لعمليات البيع الآجل والمتمثلة في أسماء العملاء. طيب بنرحل من دفتر يومية المبيعات الآجلة أولا بأول للحسابات الشخصية للعملاء بدفتر أستاذ مساعد المدينين. إحنا يا جماعة بنراجع كل ده شرحناه على البورد دلوقتي، إحنا بنراجع مع بعض. تابع الدفتر بتاعنا دوت برضه ونعرف إيه تفاصيله. في نهاية كل فترة بقى شهر غالبا بنعمل إيه؟ تمام، بنجمع يومية المبيعات الآجلة ونعمل بيها قيد إجمالي أو مركزي في دفتر اليومية العامة، اللي ساعات بنسميها دفتر اليومية المركزية في ظل طريقة السجلات المساعدة. طيب عندنا بس ملاحظات بسيطة، لو العميل سدد جزء من قيمة البضاعة إيه؟ نقدا لما جينا نبيع له، يعني في نفس الوقت بنبيع له بضاعة جزء على الحساب وجزء إيه؟ نقدا. فالقواعد عندنا بتقول إيه؟ نسجل العملية بالكامل في يومية المبيعات إيه؟ الأجل. العملية بالكامل تسجل في يومية المبيعات الأجل، وبعدين المبلغ اللي إحنا حصلناه من العميل أو هو سدده يعني يسجل في دفتر يومية المقبوضات النقدية. تاني، لو أنا بعت له بضاعة مثلا ب 100,000 ريال، ب 40,000 نقدا و 60,000 على الحساب، أسجلها ب 100,000 بالكامل في يومية المبيعات الآجلة، ولـ 40,000 نقدا أسجلها في دفتر يومية المقبوضات النقدية. طيب إذا سحبنا إذا سحبت المنشأة كمبيالة على العميل، لما جينا نبيع له سحبنا عليه كمبيالة أو هو حرر سند إذني، يبقى برضه هنسجلها كعملية بيع آجل، نخليه مدين بقيمة المبيعات، ثم تسجل الورقة اللي إحنا حصلنا عليها في دفتر اليومية العامة. لو ما عنديش دفتر يومية أوراق قبض، لو عندي دفتر يومية أوراق قبض أسجل فيه هذه الورقة. ايه هو بقى الشكل الدفتر؟ دلوقتي بقى سهل بالنسبه لكم خلاص، ما عادش ايه؟ ما عادش ان احنا منتظرين نشوفه. شكل دفتر يوميه المبيعات الاجله، ادي اهو المبلغ بالريال زي ما شفناه مع بعض، واسم العميل، رقم القيد، رقم المستند، رقم صفحه الاستاذ، والتاريخ، كلها بيانات افتراضيه، اسماء منشئات الامل والشروق السعاده الهنا، كل ده عادي. الاجمالي في نهايه ايه؟ الفتره في يوم 30/1، الاجمالي كام؟ 100,000. ده يا جماعه بالنسبه لدفتر يوميه المبيعات ايه؟ الاجله. طيب دفتر يومية مردودات المبيعات اللي هو سيلز ريتيرنز جورنال، زي ما ممكن ابيع قلنا ممكن يبقى في عندنا مردودات ايه؟ مبيعات. لو بتتكرر عمليات المردودات بشكل كبير افتح لها يومية مساعدة، لو هي قليلة قوي ممكن ايه اسجلها مباشرة في دفتر اليومية العامة. بنقول اهو اذا تكررت هذه العمليات بنخصص لها يومية مستقلة مساعدة، برضه هنسجل فيها الطرف ايه؟ الدائن. ما هو اصبح بقى ايه؟ هو في الاصل مدين اللي ببيع له، لكن لما يرجع بضاعه، لما يرد لي بضاعه، يبقى هو في الحاله دي دائن، فهنسجل فقط الطرف الدائن اللي هو ايه؟ العميل. مش كده؟ لان الطرف الاخر اللي هو مردودات المبيعات يعتبر مدين. مردودات المبيعات عكس المبيعات، انا حاسس ان احنا النهارده بنراجع على حاجات كتير من خدناها قبل كده. خلاص؟ وبرضه العمليات المسجله اولا باول هترحل الى الحسابات الشخصيه لمين؟ للمدينين. لدي مردودات مبيعات مرتبطه بالمبيعات اللي هم العملاء اللي هم في دفتر استاذ مساعد المدينين. طيب طبعا مش عايزين بقى نضيع وقتكم كتير، لكن هو دفتر يوميه مردودات المبيعات هياخد نفس شكل دفتر يوميه المبيعات ايه؟ الاجله اللي احنا شفناه من شويه. زي ما فتحنا بالظبط دفتر يوميه المبيعات الاجله، هنفتح دفتر يوميه للمشتريات الآجلة عادة في المنشآت الكبيرة، كريدت بيرشيسز جورنال، برضه خدناها المصطلحات دي مرت علينا قبل كده، بيرشيسز مثلا أو سيلز. بيقول إيه برضه الدفتر ده؟ شوفوا بقى يا جماعة عكس بالظبط اللي في المبيعات، زي ما إحنا ممكن نبيع بالأجل ممكن نشتري إيه؟ بالأجل. فالدفتر ده هيخصص لإيه؟ لإثبات عمليات الشراء الآجل فقط. أما المشتريات النقدية، ها؟ اشترينا حاجة نقد، سددنا للدائنين، اي عمليه سداد نقد، ها مثلا سددنا قرض، اشترينا اصل ثابت، كلها تروح فين؟ في يوميه المدفوعات النقديه. برضه في هذا الدفتر زي ما احنا في دفتر مبيعات اجله، يوميه مبيعات اجله كنا بنسجل اسماء العملاء بس، هنا في دفتر يوميه مشتريات اجله هنسجل فقط
الاطراف الدائنه اللي هي مين؟ اسماء الموردين، اسماء الموردين فقط سهله، اسم المورد المبلغ، اسم المورد المبلغ. وبعدين نرحل من دفتر يوميه المشتريات الاجله اولا باول للحسابات الشخصيه للموردين، طبعا بدفتر استاذ مساعد ايه؟ الدائنين، لما بنشتري الطرف الاخر اسمه دائنين. تمام. طيب في نهايه كل فتره برضو ها قلنا نفس الكلام اللي ده في المبيعات بس هنا بالعكس. في نهايه كل فتره اللي غالبا بتكون شهر بنجمع يوميه ايه؟ المشتريات الاجله ونعمل بيها قيد اجمالي او مركزي في دفتر اليوميه العامه، نفس الحكايه. وبرضه نفس ملاحظاتنا اللي قلناها قبل كده، لو احنا اشترينا بضاعه ها جزء نقدا وجزء على ايه؟ الحساب. بنسجلها بالكامل في يوميه المشتريات الاجله والمبلغ اللي احنا دفعناه يتسجل في يوميه المدفوعات النقديه. طيب لو اتسحب علينا كمبياله كمنشاه او احنا تعهدنا للمورد بتحرير سند اذني ها بان احنا ندفع له قيمه البضاعه المشتراه، يبقى برضه مسجلها بالكامل كعمليه شراء اجل، خلاص بنخليه دايم بقيمه هذه المشتريات، وبعدين الورقه اللي اتسحبت علينا ككمبياله او تعهدنا بيها كسند اذني بنروح نسجلها في دفتر اليوميه العامه لو ما عنديش يوميه اوراق دفع، عندي يوميه اوراق دفع هسجلها مباشره في يوميه اوراق الدفع. طب ايه شكل دفتر يوميه المشتريات الاجله؟ برضه حضراتكم عارفين شكل الدفتر ها بالظبط زي دفتر يوميه المبيعات الاجله، بس كنا هناك بنقول اسم العميل اللي اتغير فقط اسم ايه؟ المورد. نفس الشكل بالظبط يا جماعه، المبلغ ها بدل اسم العميل قلت اسم المورد، رقم القيد، رقم المستند، رقم صحه الاستاذ، التاريخ ها لو عندي مثلا منشات، التوفيق، النجاح، قول يا رب ها، الهدى، النور، مجموع العمليات في الاخر كل شهر بجمعه 120,000 مثلا اللي هو 15 35 35 45 80 40 120,000 اجمالي في نهايه كل ايه؟ فتره عشان اعمل بيه ها قيد اجمالي او قيد مركزي في دفتر اليوميه العامه او المركزيه. كويس؟ زي ما عندي برضو كان عندي مردودات مبيعات، عندي مردودات مشتريات بيرشيسز ريتيرنز جورنال ها؟ برضو بعمل بقول إذا تكررت عمليات مردودات المشتريات يجب أن تخصص لها يومية مساعدة مستقلة بنسجل برضو فيها الطرف اللي أصبح إيه؟ مدين، مش كده اللي إيه؟ اللي هو المورد، باعتبار أن الطرف الآخر هو مردودات المشتريات يعتبر داين، المشتريات بطبيعتها مدينة عكسها مردودات المشتريات اللي هي إيه؟ دائنة. وبرضو بنرحل العمليات المسجلة أولاً بأول للحسابات الشخصية للدائنين بدفتر أستاذ مساعد الدائنين، ونفس الكلام دفتر يومية مردودات المشتريات بياخد نفس شكل دفتر يومية المشتريات الآجلة. يمكن بيقول بسرعة شوية يا جماعة إن الكلام بقى بيتكرر وإحنا شرحناه في الأول، مش كده ولا إيه؟ طيب نيجي بقى دلوقتي إيه اللي مطلوب من حضراتكم حتى هذه المرحلة؟ أول حاجة نراجع الأمثلة المحلولة ها بالكتاب بالفصل الثالث عشر اللي هو بعنوان السجلات المساعدة، الصفحات قدامنا إيه؟ 394 396 ها ومن 400 و402. الحاجة الثانية عايزكم تحلوا الحالة التطبيقية رقم 13-1 صفحة 399، وبرضه عندنا أسئلة كده خفيفة سؤالين رقم 5 و6 في الصفحات من 410 ل 411 في الكتاب، وعايزكم بقى تذاكروا الحاجات دي وتحلوها وبعدين تتابعوا معانا حلول بإذن الله تعالى.